كما كتشوفوا اخواني الكرام، هذه القدرون هذه هي اللي جايه السبت ايتيكو من مدينه الخميسات، هي قدرون الطريق الوطنيه، والارض هي هذه بدات من السيبري وبدات على هذا السور هذا، والدخله ديالها اخواني هي هذه كما قلنا. هذه جايه الطريق هذه جايه من السبت ايتيكو، كتخرج واحد 3 كيلومتر من السبت من الفيلاج ديال السبت ايتيكو. غادي هاد الطريق غادي اتي الشوق الى مكان شي جماعه سميتها اتي الشو تاهي، والارض هي هذه، هذا صور والسبري هو اللي طالع وطلع طلع عاوتاني كذلك مع هذا السبري هذا الى حتى الراس. هي طالعه شويه ضيقه ولكن غاديه وكتسع الفوق، غاديه وكتسع. سكن هو هذا، حنا غادي نشوفوا حاليا دابا الحجم ديال الماء واش كاين. البير كيبان ليا بلدي تقليدي ممتاز، فهمتي. بسم الله على بركة الله، واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، مقرب مقرب جدا ماشي بزاف يعني، ما موجود الضو كاين كما كتشوفوا. وهذا هاد السكن هذا هنايا شي بيت يمكن الإنسان يكمل عليه، بيت راحة. سبحان الله واحد الهدوء اخواني الكرام، روعه. كاين هاد الشجرات هنايا، كاين شي زيتونه تقريبا غتكون تقريبا واحد 400 حتى 500 ديال الزيتون، باقي صغير. هو هذا طالع المهم، راه كاين كواره ديال الدجاج هنا باش نكونوا واضحين، كاين كواره ديال الدجاج عاد شفتهم في جنبها. اما الاخوان من ناحيه الطبيعه زعما والهدوء روعه. ثلاثه ديال الهكتارات محفظه فيها هذا السكن هذا ما مكملش، فيها شي بيت مكمل ولكن باقي ما مكملش، وفيها بير تقليدي بلدي، الماء موجود، الماء موجود. كنكرر عاوتاني يعني، انا كنركز دائما كنركز على الماء وعلى الطريق وعلى التيتر. مواصفات ديال هذه الارض، هذه ثلاثه الهكتارات موجوده. الارض كما كتشوفوا تقريبا بحال الشكل ديال الرمل، الزيتون طالع مزيان غادي. كيبان لي الزيتون طالع مزيان اخوان، زعما ما دايرلو لا ما ساقين وما والو، لانه واقيلا يمكن كيتسقم عند الله سبحانه وتعالى. الارض طلع شويه مرتفعه غاديه وكتطلع الفوق يعني، وغاديه وكتطلع في العقبه. دابا قلنا جايه على البو، جايه بهاد البلاصه هذه وغاديه مع هاد الحد هذا، هاد الحد هادوك الشجيره حتى ديك جوج شجر هما اللي هادوك الجوج طلع حتى ديك الشجره الكبيره وطلع بحال هكا تحت الدار الصفراء. لا حتى لهاد الدوم هذا، حتى لهاد الدوم هي 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 يعني جايه هكا على الدوم وجات على البوطوات طلعت عاوتاني مع الطريق فين كاين البيستا ودارت حتى ديك الخطوريه فين كاين ديك الشبكه. واجي فحالك مع هاد الارض اللي محروسه، ماشي اللي ما محروساش، محروسه كامله هاد الارض المنبسطه كامله حتى لهذاك الكوان هذا حتى لهذاك. تلقات مع الحرث، مع الحرث داك
واحد البلان ديال المحافظه هو اللي غيبين داك الشيء كامل. لا لا لا، 3 هكتارات. 3 هكتارات. اه الله، عندها واحد المده ما شاء الله ولفتيه الماء راه ولي دابا هو ما عندوش لا كوزاو طار مزيان. دايره داك الشويه ديال الشركه. اه داك الشتاء اه ما ولفوش الماء بزاف، الا ولف الماء بزاف صح. اه كتشد الماء. طاح الشتاء تبارك الله. دابا دابا هاد البيستا اللي طالعه من هنا ماشي على حسابها. ها؟ هي شاده على البيس. شاده على البيس، مازيان هذا لافونتاج زوين. شتي هذا ملي ضربوه بداك التراكس راه غتولي كلها ارضا هكذا. اه لا دابا ماشي مشكل، دابا باقي ديال هضره. قالت لي 1500 درهم يحيد هادشي هذا. لا ما عندهم يتحيد، ما عندك ما تحيد فيها، دابا هي باينه واضحه هي البيس. بغى يعمل لها تكون منبسطه ديفينيتيفمون. كلشي عيط لها هذيك هي كلشي اخي هو حازين الحمد لله في الدنيا. ها انت اخي الشي راه من هنا حتى وانت نازل شوف غادي ديك مد البصر من هنا حتى الكودرون. من هنا حتى الكودرون. زيد على هذاك هذاك البلاصه هادي تما الارض يعني هي ما بغات تدخل فيها لا مواد عضويه لا حتى شي حاجه. اي حاجه تتزرعها فيها الا ناتشورال طبيعيه. تاع خصك تجي في الربيع هاد العام مسكينه صافي ما بغاتش تشوف ان شاء الله ان شاء الله يا ربي يسلمك يا ربي كريم الى مكتبه لك خير في الرزق. حنا اخواني اخواتي غادي نودعكم، غنقول لكم طبتم في رعايه الله ويحفظ العاقر اخر ان شاء الله. كما لاحظتوا كما تبعتوا معنا الفيديو اللي عطى الله، كما لاحظتوا كما تبعتوا معنا الفيديو اللي عطى الله هو هذا. نتمنى والله سبحانه وتعالى التيسير للجميع. الثمن الاجمالي اخواني الكرام غتلقاوه مكتوب على الوصف ديال الفيديو. هاد 3 ديال الهكتارات بهذاك السكن وبهذاك البير اللي هو تقليدي وتقريبا الماء تبارك الله تقريبا قريب يعمر، قالوا واحد 3 متر من الارض من سطح الارض للماء هذا هو. نتمنى والله سبحانه شاده على القدرون كما كتلاحظوا قريبا الفيلاج سبت اتيكو قريبا مدينه الخميسات. نتمنى والله التيسير للجميع، هاد الشيء اللي عطى الله ونطلب الله التوفيق للجميع. وديال هذه الارض هذه ولا ديال هذه ولا ديال الاخرى فهمتيني.